تفصلنا عن محبة المسيح؟ ده سؤال بيسأل كده نفسه، وسؤال استنكاري بمعنى أنه ما فيش حاجة تقدر تفصلني عنه. ده معناه أن المحبة اتمكنت قوي منه، والمخاوف جرالها إيه؟ بنت على قد حجمها، فبيعدها كلها، بقول أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف أم قوات. وعايز هايلايت كده على جملة بتقول أمور حاضرة أو أمور إيه؟ أو أمور مستقبلة. فتعالوا رنم كلمات الترنيمة دي. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. حوالينا حوالينا أصوات كتير، لكن فوقها إله قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه لتسكت كل الجبال، ويقول يكون فيكون. حوالينا أصوات كتير، لكن فوقها إله قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه لتسكت كل الجباه، ويقول يكون فيكون. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. رافعين راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى لكل السلطان. راح نتلي كلمات حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. رافعين راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى لكل السلطان. راح نطلق كلمات حياة هنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام.